عسلامة وصحة شبابكم. الفيديو اليوم ما حضصناش، أما الفيديو هذا يعني نداء من المواطن ولا مولى المحل اللي هو مولى القهوة فاروق على حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي الحفرة اللي حلتها الصناعي على أساس بتصلح وما صلحتش، خليتها هكاك، وحفرة ينجم يتيح فيها صغير، ينجم يتيح فيها كبير، يدعثر فيها أي حد. أطار هذاك راهي فما بان هذا عنده 6 سنين، بان هذا صاير متاع فما جعبة متاع سونات ما صالح للشراب، موجود البان هذا عنده 6 سنين، كل عام يجي ويعاينوا، كل عام يصير ديكلاراسيون ويعاينوا شيء ما جاو يصلحوا، وبعد يقول لك شانتي يتحل شانتي كبير. أنا نتصور المال اللي قاعد ضايع هذا الكل متكلف على الدولة أكثر برشا من اللي هما باش يحلوا شانتي وباش يصلحوا الفويت اللي صاير. هذا هو فيديو قدامكم. المير هو عنده 6 سنين 24/24 ساعة وهو يجري هكاك، وكل عام كل عام المعاينة تصير، الوعد بالتصليح يصير، وبعد ما يصير حتى شيء. وهذا فيديو اليوم يعني توا شوف قداش من المتر مكعب من الماء تهدر هكاك في قنوات صرف الأمطار. هذا هو الفيديو، وإن شاء الله يوصل ويجي ويصلحوا البان متاعهم.